إلى وزارة الصحة والسكان، والتي عقدت الجلسة السادسة للحوار المجتمعي حول مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد بحضور الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان، وذلك بمقر المعهد القومي للتدريب بالعباسية. قبل نحو شهر على المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، تواصل الدولة جهودها لخلق مناخ أفضل للاستثمار، وكانت آخر تلك الجهود قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل بعض فئات ضريبة الجمركية بتخفيض أو إعفاء الخامات ومستلزمات الإنتاج المستخدمة في إنتاج السلع، وهو ما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار. وخلال الأشهر الماضية بدأت الدولة إجراءاتها لتحسين التشريعات الاقتصادية مثل إعداد قانون حد للاستثمار، إلى جانب القرار الرئاسي الأخير الذي يعالج الخلل في التشريعات الجمركية عبر إعادة النظر في بعض فئات السلع الجمركية، مما يفتح المجال أمام تسهيل دخول معدات الإنتاج. القرار الجمهوري الأخير تضمن أيضا الإعفاء من الضريبة الجمركية لجميع أدوات الأمراض المستعصية والمزمنة، وهو ما يخدم ملايين المصريين المصابين بتلك الأمراض ويخفف العبء عنهم في ظل جهود الدولة لتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة لهم.